السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم شارك، ونتحدث فيها اليوم عن ملف طالما سمعنا وسائل الإعلام تتحدث عن هذا الموضوع، سمعنا بعض المسؤولين، سمعنا بعض القوى السياسية في ليبيا تتحدث عن هذا الموضوع، وأيضا كثيرون يتهمون من يثيرون هذا الموضوع بأنهم يستغلون معاناة الناس لتحقيق مكاسب شخصية ومكاسب سياسية محدودة لأحزاب وقوى بعينها. موضوعنا اليوم عن ما يعرف بتهميش برقة أو مظلومية المنطقة الشرقية وكونها مهمشة من الحكومة في طرابلس، ويأتي هذا الموضوع. طبعا هناك تطورات، آخرها كانت كلمة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رفقة عدد من وزرائه وضحوا فيها بالأرقام نسبة تمثيل المنطقة الشرقية في حكومة الوحدة الوطنية وتمثيلها أيضا في القطاع النفطي خاصة في الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وأيضا تمثيل المنطقة الشرقية في عدد السفراء، سفراء ليبيا في الخارج. هذا طبعا جاء رد على بيان القطراني نائب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء الممثلين للمنطقة الشرقية في الحكومة، والأزمة التي يقول البعض بأنها مفتعلة لتشتيت عمل الحكومة أو لتقويض محاولة الحكومة إصلاح الأوضاع في البلاد. ضيفي في هذه الحلقة هو الأستاذ مروان الدرقاش المحلل السياسي، ينضم إلينا من استوديوهاتنا في مدينة مصراتة. وسؤال الحلقة، بعد رد رئيس الحكومة على بيان القطراني، برأيك هل تعاني المنطقة الشرقية من التهميش فعلا؟ أرحب بضيفي الأستاذ مروان الدرقاش. السلام عليكم أستاذ مروان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ مروان، بداية، ما هي حقيقة الاتهامات الموجهة لحكومة الوحدة الوطنية الموجهة بصفة عامة للحكومة في طرابلس بتهميش المنطقة الشرقية وتهميش برقة؟ بداية أخي محمد، تحية طيبة ليك وللسادة المشاهدين، مشاهدي برنامجك وبرنامج شارك وقناة التناصح أيضا. حياكم الله. كما نعرف جيدا الأستاذ محمد بأن دعاوى التهميش انطلقت من برقة أو من المنطقة الشرقية منذ انتقال السلطة بعد فبراير من بني غازي إلى طرابلس. نتذكر جيدا أنه بعد أن انتقل المجلس الوطني الانتقالي من مدينة بنغازي بعد تحرير العاصمة طرابلس وانتقل للعمل من مدينة طرابلس، وانتقل أيضا المكتب التنفيذي من طرابلس، ثم تم تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الرحيم الكيب رحمه الله في طرابلس. أيضا بدأت تتعالى أصوات من المنطقة الشرقية يعني تشكو من التهميش وتقول بأن برقة مهمشة، وأصبحت تتعالت أيضا الدعوات الفيدرالية. شهدنا الاعتصامات في الوادي الأحمر، وشهدنا أيضا مطالبات بعدم يعني تقسيم الدوائر الانتخابية ومقاعد المؤتمر الوطني العام في ذلك الوقت على أساس السكان وإنما على أساس الجغرافيا، ولا أدري أي يعني هذا المعيار في أي دولة معمول به. يعني الجغرافيا تتغير، الجغرافيا اليوم عدد سكانها كذا، في ستصبح بعد 10 سنوات متغيرة، يعني حدود المحافظات وحدود المدن تتغير يوما بعد يوم، فكيف يعتبر هذا معيار؟ يعني المعيار في كل دول العالم هو معيار السكاني. من ذلك الوقت أستاذ محمد، يعني كان هناك يعني دعوات كثيرة تدعو إلى الفيدرالية، وأن الفيدرالية هي الحل لكي تنال برقة حقوقها. يعني وكما تعلم أن بعد انتصار ثورة فبراير كان الخوف من انقسام ليبيا قبل فبراير، يعني عندما كان القذافي موجود كان هناك بعض المقترحات أو بعض الأفكار حول
قسمة ليبيا إلى شرق وغرب بين النظام السابق، ورفض يعني ثوار فبراير والسلطة التي كانت تقود ثوار فبراير وهي المجلس الوطني الانتقالي، رفض فكرة الانقسام بشكل كبير. ولذلك لما طرحت فكرة الفيدرالية رفضها كل الليبيون لأنها كانت يعني مرتبطة ب يعني أفكار التقسيم التي كانت سائدة قبل انتصار ثورة فبراير، وأصبحت هذه الفكرة ممجوجة وغير قابلة للتطبيق. لكن يتحرك الفيدراليون ويعني هاجموا حتى مقرات الانتخابات المؤتمر الوطني العام، وتم يعني الاعتداء على صناديق الانتخاب، والقصة معروفة لا نعيد لا نريد أن نكررها. ولكن دعاوى التهميش ودعاوى عدم إعطاء برقة حقوقها وكل هذا الأمر كان موجود من تلك الفترة، ولكن للأسف أن هناك أطراف سياسية داخلية وخارجية تغذي هذه الدعاوى وتحاول أن تستعمل يعني هذه الدعاوى لمصالحها الشخصية وتحقيق مآربها الشخصية. وهذا يعني الدليل عليه أو المؤشر عليه واضح جدا، يعني عندما مثلا هاجمت قوات حفتر العاصمة طرابلس لم نعد نسمع عن تهميش برقة وعن أن هناك برقة وهناك طرابلس، لا، كان الحديث عن ليبيا الموحدة وأن عاصمتنا الحبيبة ولبيك طرابلس وأشياء من هذه من هذا الكلام. فدعاوى للتهميش ودعاوى حقوق برقة تخرج عندما يعني هذه الشخصيات تخسر سياسيا وتخسر عسكريا، يعني تتذرع بهذه الدعاوى من جديد حتى تضغط على المشهد السياسي وتحاول أن تحقق مكاسب شخصية. نعم سأعود إليك أستاذ مروان ونتحدث أكثر عن حقيقة هذه الاتهامات ودوافعها، لكن نأخذ بعض الاتصالات. معي المبروك من بنوليد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخوي محمد. أهلا بك سيد المبروك، مرحبا بك. يا مرحبتين بك اخوي محمد، ليلتك سعيده ان شاء الله، ليلتك مباركه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، بارك الله فيك واياكم. كيف ترى الدعوه او ادعاءات تهميش برقه؟ يا اخوي محمد نبي نشكر القناه، نبي نشكر الموظفين القناه، نبي نشكر القناه بروحها، نبي نشكرك انت، نبي نشكر ضيفك. بارك الله فيك، وصلت ان شاء الله، بارك الله يا فيك يا اخوي محمد. نبي نرحم عليه والدي، الله يبقى الله يرحمه، الله يرحم كل موتانا الموت المسلمين ان شاء الله، الله يرحم كل الشهداء يا ربي، اللهم امين، يجعلهم قبورهم نور يا رب العالمين. تفضل يا ابو محمد. اللهم امين يا رب. يا اخوي المبروك، قلت لك كيف تعلق على الاتهامات بتهميش برقه وان المنطقه الشرقيه مهمشه، خاصه بعد ما سمعنا كلمه رئيس الحكومه بالامس؟ يا اخوي محمد سامحني في الكلمه هذه، سامحوني في الكلمه هذه يا اخوي محمد، هذا كلام وهمي كله. الشرق يا اخوي محمد شن خيرهم؟ شن شادين عليهم الحكومه عبد الحميد مبيبه؟ شن شاد عليه الشرق؟ شن يا اخوي محمد حتى مهندس عبد الحميد مبيبه حتى اللي مشى غادي للنواب غادي وما ما بوش يعطوه حتى كلام طيب، ما بوش يعطوه حتى كلام طيب، دايرين حساك دايريننا زي العيل الصغير، دايريننا زي العيل الصغير. انت شن درت لنا؟ شن درت لنا؟ انتوا ما باش تعطوه الميزانيه، شن درت لنا؟ كيف شن دار عبد الحميد مبيبه؟ عبد الحميد مبيبه زار المعاشات التضامن، عطيه العلاوه العائله، عطيه 2 مليار المنحه تاعت الشباب، بيش عطاهن انا؟ بيش عطاهن؟ بيش عطاهن؟ اهو يا اخوي محمد سامحني في الكلمه هذه يا اخوي محمد، اهو الاداره العامه التضامن امس تو يعطوا الاعانه المدنيه للشرق بس، للشرق كلها الشرق، المنطقه الغربيه ما هم عارفينهم حتى ربع جنيه، هيتفضلوا هيتفضلوا شنو يعني يا عقال الشرق بالله عليك صار كوي. هذا كلام وهمي، هذا كلام وهمي، بعدنا من الحرب يا اخوي، يا عقال الشرق مبروك عليكم، كان عندكم عقال بعدكم من الكلام الوهمي هذا يا اخوي، والله يا اخوي محمد هذا كلام وهمي كله، كلام عبد المهندس عبد الحميد مبيبه ربي يحفظه ما سجل. تمام ان شاء الله، ان شاء الله رسالتك وصلت سيد مبروك، شكرا لك. مبروك من بنوليد. محمد من طرابلس، السلام عليكم. اهلين، السلام عليكم اخوي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا ضيفنا الدائم، يا مرحبا تفضل. اعطيك اخبارك؟ اهلا بك، يا مرحبا. ما رايك في دعاوى تهميش للمنطقه الشرقيه؟
والله يا اخوي محمد المنطقه الشرقيه من 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 69 الذي هذه من امجد منطقه شرقيه يعني كلها في الغربيه ترى. لا عارفك انت ضيفنا، انت ضيفنا الدائم كل مره من مدينه، اهلا وسهلا بك يا محمد. طيب من 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 69 من 69 مهمشه، بعد ما سمعت الارقام امس من الوزراء والحكومه، وخلي نعاود لك بعض الارقام، 40% من مخصصات وزاره الداخليه كانت للمنطقه الشرقيه، سبع جامعات في المنطقه الشرقيه كان نصيبها 30% من مخصصات التعليم في ليبيا، 43% من السفراء اللي تم تعيينهم مؤخرا من الحكومه حكومة الدبيبة 43% منهم من المنطقة الشرقية، 11 وزير من المنطقة الشرقية، 40% من تشكيلة الحكومة وزارات ووكلاء من المنطقة الشرقية. كيف مهمشة؟ الله أكبر عليك يا أخوي محمد. ألو. نعم يا محمد. يا أخوي محمد تو رئيس الحكومة هذا ما زال له شهرين هو. ويشاور خبيث الشيخ الزايدة يا رجل. تو كل اللي هو كل اللي يخدم فيه ده في اللي هو هو قال لك بنعطي 40,000 للشباب واللي داروا البرلمان هنا سر البرلمان 40,000 وداروا له 50,000 بتاع كتيبات الاسر ما باش ينزلهم هذا رئيس حكومه هو. طيب واضح جدا، شكرا محمد من طرابلس. عبد الله من طرابلس السلام عليكم. السلام عليكم اخوي عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا يا عبد الله. نشكر اذاعه الطيبه ونشكر استاذ ترقاش. نعم شكرا لك، تفضل يا عبد الله، ما رايك في 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 الاتهامات بتهميش المنطقه الشرقيه؟ هم يا اخوي محمد كل الجري هذا يسمع فيها دو. نعم فلو. استمع اليك يا عبد الله تفضل. هو كل الجري هذا يبغى يعطي فلوس لحفتر. ان حفتر يقطعني فلوس. يبي يخلص الوحدات فهمت كيف ولا؟ نعم. هم ما يدورش في المنطقه الشرقيه راه. العصابه هذه اللي قاعده غادي من الازلام ومن الو. نعم عبد الله واصل اسمع فيك نعم. من الازلام ومن هذوما الاستخبارات اللي في الدول الثانيه وانت عارفها فهمت يعني ما يبوش هما كذا مش قصه هي يعني كلمه تعطي الناس ما يبوش يدوروا في تعليم ولا يدوروا في صحه ولا يدوروا في شيء. المجموعه هذه اللي معينها حفتر هذه في المناكفات هذه هذه زعقيله صالح والقطراني ومش عارف شنو والناس هما هذوك مبرمجه يا اخوي محمد يا اخوي محمد واضح هذا كله يبدا يحتفلوا بس يخلص زين ويخلص الفاكهه. شكرا شكرا يا عبد الله، شكرا لك عبد الله. ناخذ ام محمد من طرابلس، السلام عليكم. السلام عليكم يا ام محمد. ام محمد من جدابيه. من جدابيه، اهلا وسهلا يا ام محمد، تفضلي. نحييك يا استاذ محمد ونحيي القناه الرائعه ونحيي الدكتور محمود عبد العزيز بالذات يعني. وكان الدكتور محمود عبد العزيز سبحان الله وكانه يدرس الان السرد في الحلقه اللي دارها يا مستر والله العظيم يعني وكانه عايش في برقه فعلا جد يعني no. كان يقرا في يعني لما تطلع للاسف يعني بنغازي يقولوا برقه هم مش يقصوا برقه هم يقصوا بنغازي بشكل خاص وهم مش يقصوا لما طلعوا العواقيد مش يقصوا اهل البرقه بشكل عام يقصوا العواقيد بشكل خاص فنحن السيارة اللي يقول فيه الدكتور محمود عبد العزيز انا احنا نقول فيه ومسؤولين عليه لان عارفين الأنا والأنانية اللي تعينينا للأسف مدينة بنغازي، هذه حاجة، أنا بنغازي أنا بنوجه كلمة لبنغازي، يقولوا طالما هي هيكي تبوا أنتوا الوزارات في برقة، يبقى ما فيش مشكلة، مؤسسة النفط تبقى في الجدي أولى، التعليم خليه في البيضة، الثقافة خليها في دارنا، وما نبوا شيء في بنغازي، المهم يشوفوا في برقة، أهي في برقة، وتو شوفوا شدوا يا بنغازي، إلا بنغازي تبي عندها هي مشتقة برقة، هنا في الحسين حتنقل في البيضة البيضاء وبرقة الحمراء. اما بالنسبه انت قلت لي شنو يقصدوا؟ هذول السياسيين زي ما اخ الاخ اللي معاك تكلم لما خسروا المعركه وخسروا الحرب وما وصلوش اللقمه جت للفم مردت وخسروا المعركه وخسروا شنو تم يقولوا؟ تم يقولوا برقه تراب الحامي ومع ان هم شافوا تراب الحامي وين؟ في طرابلس تراب الحامي في طرابلس نعم يا ام محمد انا من برقه وشرفني برقه يا استاذ محمد لكن اللي صاير كلها حرب سياسيه والله حرب سياسيه ما لا تزي واضح نفعل لكن نحن ليبيا واحده متحده باذن الله تعالى. نعم شكرا ام محمد من جدابيا. منصور من مدينه صرمان، السلام عليكم. السلام عليكم يا منصور. طيب ان شاء الله. اهلا بك. تحيه لك وللسيد مروان قرقاش ولكافه المشاهدين ونحمد السلامه للسياده المفتي الدكتور الصادق حفظه الله. وطال عمره والله العظيم لم ناخذ في كلامه
في ناس طبعا خليني ممكن نتكلم لو ناخذ بكلام الدكتور انا مش حالنا مشكل. في ناس يقول لك تو والله هذا ما يتدخلش في السياسه، اذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قدوتنا، اذا كان هو كان القائد الرشيد واللي بينتعز الله الاسلام وكيف كذا وكانت الرؤيه الواضحه. لا للامانه امام الله، اما بقصه تهميش برقه فعلا هم مهمشين انا معاهم. انا نقول لك، قول لي كيف. نعم يا منصور. كان نقول لك انا كيف، لان فعلا عندهم السيد محمد النفي هذا رئيس المجلس الرئاسي الجديد، فعلا مهمشين 13 نفر يعمزوا ويقرروا الليبيين، لا فعلا مهمشين. البرلمان رئيس عقيله صالح مهمش، وحتى في اجازه قاعد يحكم، فعلا مهمشين. انا معاهم مهمشين، عندهم الحق حق الجنوب واخذين مهمشين. نعم. طيب منصور كان معنا عبر الفايبر وانقطع الاتصال بمنصور. معي محمود من طرابلس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا محمود. بارك الله فيك، مساء الخير. مساء الخيرات، اهلا وسهلا محمود. نعم مساء الخير لضيفك الكريم. بارك الله فيك. برايك يا محمود هل فعلا تعاني المنطقه الشرقيه التهميش؟ مساء الخير لكل اهلي في ليبيا. المنطقه الشرقيه يا اخي مع الاسف واحترامي لكل الافاضل اللي في المنطقه الشرقيه. يا اخي سبب ازمه ومشاكل لليبيا بشكل لا يصدق. يعني مع كل الاسف الواحد يقولها بمراره، يعني حشمونا. كفانا يا اخي، كفانا من هالتهميش. ما تهميش ليبيا كلها ممشى، ليبيا كلها لا بنيه تحتيه لا غبار صاده، ما فيها شيء. هذه من حكايه التهميش. بعتالي شيل هالقصص هذه لكل يوم، يوم قفل المواني، يوم اغتيالات، يوم الا الخلاصه يا اخي باختصار. المشكله عندهم هذه المصيبه، هذا الخرتيت اللي قاعد عندهم يديروا له حل. يقولوا جايبوا له بتنصبونا. هم كان يبوا حل وكان يبوا ليبيا في الهناء. خلت القذافي وريحت راسنا. دحين القذافي وتمشي تجيب لي واحد ثاني اسوء من القذافي. لا حول ولا قوه الا بالله. عموما يا اخي باختصار، احنا الحل بتاعنا يعني في المستقبل القريب ان شاء الله، اللي هو خروج ولاد الحرام الروس. الروس والقوات الموجوده هذه بشرعيه الاتراك. هم هذا لب الموضوع في ليبيا المستقبل ان شاء الله. باذن الله، باذن الله سبحانه وتعالى، باذن الله الخير قادم باذن شكرا الله. شكرا محمود. شكرا محمود من طرابلس. نرجع لضيفي الاستاذ مروان الدرقاش، ضيفي من مصراته. استاذ مروان، اذا كان يعني حضرتك واغلب المتصلين ما عدا متصل واحد هو اللي اكد ان هناك في تهميش فعلا في المنطقه الشرقيه او للمنطقه الشرقيه، لكن بقيه المتصلين قالوا بان هذه الاتهامات غير حقيقيه، بعضهم قال بانها هي مكائد سياسيه فقط وتستعملها اطراف سياسيه، اذا ما هي الدوافع وراء هذه الاتهامات؟ ما هو الدافع وراء يعني لمن يلقي هذه الاتهامات؟ استاذ محمد، يعني خلينا يعني نستدرك شويه على مساله هل البرقه مهمشه او غير مهمشه. انا بدات الحديث عن هذا الموضوع ولكن لم انتهي اليه. يعني الدعاوى كانت مستمره خلال الحكومات السابقه كلها، يعني كان هناك دعاوى بان برقة مهمشة وأنها لم تحصل على حقوقها كاملة. لو نظرنا بعين يعني الفحص والبحث في هذه المسألة، هل فعلا برقة مهمشة؟ وإذا كانت مهمشة من الذي يهمش برقة؟ يعني هذا هو السؤال الكبير في نظري. لو نظرنا إلى جل مدن منطقة برقة، لو عرفنا منطقة برقة بأنه هو إقليم برقة التاريخي الذي تأسست عليه دولة ليبيا في سنة 1951، فإننا نجد أن بالفعل هناك مدن مهمشة في برقة، هناك بالفعل مدن تفتقر للبنية التحتية، تفتقر للمؤسسات الحكومية، تفتقر أن يكون أبنائها موجودين في الحكومة. هذه المدن يعني إذا تذكرنا مثلا مدينة الكفرة، مدينة تهزربو، مدن الواحات، مدينة جدابية، مدينة بريغا، هذه المدن التي تقع فيما يسمى بالبرقة البيضاء هي بالفعل مدن مهمشة، رغم أن النفط يخرج من أراضيها. ولكن من السؤال من هنا، من يهمش هذه المدن؟ في الحقيقة
لو بحثنا أيضا وتفحصنا بعين الفحص لوجدنا أن من يهمش هذه المدن هو مدن برقة الأخرى. يعني للأسف ما يعطى لإقليم برقة كله يتركز في بنغازي والبيضاء وطبرق بقسمة قبلية مقيتة، يعني تكاد تكون واضحة. يعني البرلمان وما يحوط بالبرلمان عند قبيلة العبيدات في طبرق، الحكومة وما يتعلق بالحكومة موجودة في مدينة البيضاء عند قبائل البراعصة، الجيش والمؤسسة العسكرية كما يسمونها موجودة في المرج عند قبائل العرفة والدرسة، والأجهزة الأمنية وملحقاتها وباقي الأجهزة الحكومية موجودة في بنغازي عند قبائل العواقير. إذن هي قسمة قبلية مدنية في داخل برقة للأسف تهمش بعض المدن وتعطي وتتركز السلطات في مدن معينة. يعني استعرض أمس رئيس الحكومة مع وزراء حكومته النسب التي أعطيت لبرقة، سواء كان من الوزارات سواء كان من السفراء سواء كان من الميزانيات سواء كان من الوظائف السيادية أو غيرها. ودعنا احنا نبدو كيف ما قال أحد المتصلين، يعني الرئيس رئيس المجلس الرئاسي هو من برقة، نائب رئيس الحكومة النائب الأول رئيس الحكومة هو من برقة، رئيس البرلمان بالرغم من هذا لا يحق لبرقة، يعني رئاسة البرلمان كانت تفترض حسب اتفاقات جنيف وتقاسم المناصب السيادية كان يفترض أن تذهب إلى الجنوب، ومع ذلك أخواننا في الجنوب محاولة لرأب الصدع وتجميع ليبيا رضوا بأن يبقى عقيلة صالح لأن عقيلة صالح متمسك بهذا المنصب، فأصبح هذا المنصب أيضا يعني عندهم رئيس المجلس الرئاسي ونائب رئيس الحكومة ورئيس البرلمان. أيضا المؤسسة الوطنية للنفط، ما يجيش حد يقول لي مصطفى صنع الله محسوب ومحسوب على تيار سياسي، احنا هنا نتكلم بمنطق جهوي، خلينا نتكلم بمنطق جهوي، هم تكلموا بمنطق جهوي ردوا عليه بمنطق جهوي، مصطفى صنع الله من مدينة بنغازي ومن برقة. أيضا إذا تحدثنا عن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، أيضا هو من برقة، إذا تكلمنا على وزارة الخارجية، أيضا هي من برقة. فإذا تقسيم المناصب والحصة الناصب عندهم حصة كبيرة، ولكن للأسف كما ما قلت لك هي متركزة في مدن معينة ولدى قبائل معينة، وهناك بالفعل قبائل ومدن مهمشة في برقة، وهذه هي المفروض تتكلم، لكن تطلب حقها من تطلب حقها من نزع هذا الحق منها وهم أخوتهم في ذلك الإقليم أو في تلك المنطقة الشرقية. هذه فيجب أن ترد إلى أصحابها، إلى المسؤولين في إقليم برقة، وليس للحكومة التي منحت إقليم برقة أكثر من نصيبه المتعارف عليه أو المتفق عليه في الاتفاقات السياسية. نعم نعم واضح أستاذ مروان، ابقى معي. التناصح الدين النصيحة. ولتصفعي وجه اليهود وجندهم.
الكريم ولتشهد الهمم العلية في الفداء ولتصفع وجه اليهود وجندهم ولتشهد الهمم العلية في الفداء يا قدس يا قدس يا قدس يا فخر العربة والإيمان يا قدس يا فخر العروبة والهبان ترجعي إلا لمن رفع السماء يا قدس يا فخر العروبة والهبان لا ترجعي إلا لمن رفع السماء فخر الجهاد وحق لي أن أفتخر بك يا عصية يا ينابيع الصفا فخر الجهاد وحق لي أن أفتخر بك يا عصية يا ينابيع الصفا أرض الرجولة والشهامة والفداء منك اليهود تجرعوا كأس الوباء أرض الرجولة والشهامة والفداء منك اليهود تجرعوا كأس الوباء يا قدس يا قدس يا فخر العروبة نعم. تدخل كل خراب من الناس اللي ترفع هذه الشعارات فيا ريت ما يكونوش من الناس اللي ياكلوا بالغله ويسبوا المله واحنا بعد التصريح عام تطلع لنا احنا المهمشين مش هم المهمشين فيا ريت احنا نتبوا نطالبوا حقوقنا. طيب شكرا صابرين، شكرا لك صابرين من الجبل. يونس من مصراته، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا يونس، تفضل. تحيه ليك واسعد الله ايامك وتحيه لاخونا المناضل المروان وكل الاخوه المستمعين والايجابيين والمتوكلين على الله والذي قلوب نظيفه، نسال الله الهدايه لنا جميعا. حياكم الله، اهلا وسهلا. تقول الحكمه طبعا ليس عتاب الناس للمرء نافعا ان لم يكن للمرء لب يعاتبه. حقيقه الانسان لما شغل عقوله والحاجات هذه معروفه بالنسبه لي استوانات وانتم ادرب المرضيه، ولكن احنا ما نبوش إن يعني ما ليش كل ما يعلم قال مؤامرة كبيرة ونجروا هم في بغض النظر هم أخوتنا في الدين وفي الوطن، ولكن هذا قدر له قدره يعني الإنسان اللي يبتعد عن يعني خلينا من أمور الشرعية حتى من الشرع والقانون والقضاء ويبتعد عن هذا اللي بيصير له يعني، فنسأل الله لي من هداية والتوفيق للحكومة إن شاء الله تكون بخير، وراه الدولة من غير دستور ومن غير قوانين هذه يعني وهذا لعب عليه واستطاعنا الحقيقه وللاسف ان ضرب القوانين وضرب الاجسام الشرعيه بما لها عليها، وهذا نتيجه طبيعيه، ولكن اعتقد انه لا يحق المكر السيء لبهله، وباذن الله شده وزور نسال الله اليوم الهدايه ان شاء الله وبارك الله فيك. شكرا يونس، بارك الله فيك، شكرا الله يونس. عبد الحكيم من طرابلس، السلام عليكم يا عبد الحكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا، تفضل يا عبد الحكيم. الله يجزيك فضلك اخوي محمد، نحييك انت وزملائك معك. حياكم الله. مروان الدرقاشي بارك الله فيه وكل احرار ليبيا، سوالي في امريكا اللي يجوا على القضاء ان هم يحاكموا المجرم حفتر. وبالنسبه للتهميش اخي محمد، نعم، هذا التهميش حاجه بسيطه، انت لو جيت تشوف التهميش هذا تهميش عقول، هي سبحان الله مش بيوت، البيوت دمرها هو دمرها، هم المفروض يقولوا كيف دمرت بنغازي. نعم. الاثار بتاعها، المدينه القديمه بتاعها، الاثار، جيت تشوف درنا حتى هي تدمرت، المفروض يتكلموا على الدمار وزاد دمر جنوب طرابلس الطيبه، الناس اللي معناها كيف تبني في البنيه بتاعها، قدم الله كيف لموا قروشهم، جاي دمرهم الله يدمره هو اللي معاهم. لا. فهذه قصه واضحه صريحه اخوي محمد، بدون دستور ما تقدرش تبني اي قاعده الا بالدستور. واللي نرى فيها اذا كان تكلموا كل احرار ليبيا سواء في امريكا ولا داخل ليبيا في اي مكان انه هو يحب الحريه وامتلك ذموم اموره وراثته عنده، انه هو يتكلم بصوت عالي ان احنا نبغوا دستور زي امريكا، امريكا اللي بينقلب عليهم هذا المجرم ترامب، طلعوا له الدستور، انت تشوف هاي السودان حتى هي في جره الدستور، تشوف تونس حتى هي الدستور، احنا لازم هذا الدستور كقاعده اساسيه، وبارك الله فيكم. شكرا عبد الحكيم.
بارك الله فيك يا عبد الحكيم من طرابلس. ابو احمد من بنغازي، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا ابو احمد، تفضل. الموضوع كمان تانيش برقع. هو اتمنى من ضيفك الكريم لما اكون مشاركه لما يقول لي سيسمي في القبائل المنطقه الشرقيه، قبائل المنطقه الشرقيه دائما كلمه واحده. عمرنا ما اختلفنا اختلاف مادي ولا سياسي ولا عسكري. دائما كلمة الشرق كلمة واحدة، ونتمنى الليبيين كلهم يكونوا كلمة واحدة. لكن مظر بنغازي زي ما حكى السيد عبد الحكيم، مظر بنغازي هم أتباع المقبور أسامة بن لادن تنظيم القاعدة. هو اللي حاربنا وذبحنا في بنغازي. حاربناه، اضطررنا إن نحاربوه، وما زلنا نحاربوه. ومن حاربكم في طرابلس يا أبو أحمد؟ يا سيدي في طرابلس. شن جابك لطرابلس يا أبو أحمد؟ شن جابك لطرابلس تدمر في عين زارة يا أبو أحمد؟ أعطيني فرصة نكمل، أعطيني فرصة بس. تفضل. خذ كلامك. يا سيدي الفاضل، نحن نلحقوا في تنظيم القاعدة اللي ذبحونا في بنغازي. من وكلك أنك أنت تلاحقهم؟ أنت من وكلك يا أبو أحمد تلاحقهم أصلاً؟ من أعطاك هذا التوكيل؟ يا أبو أحمد من أعطاك هذا التوكيل؟ تلاحق القاعدة ولا داعش ولا غيرهم؟ من أعطاك هذا التوكيل؟ من قال لك تعال لطرابلس دمرها يا أبو أحمد؟ ليش جاي لطرابلس؟ ليش جاي لطرابلس تدمرها؟ ليش؟ القاعدة وجماعة داعش لحقوهم أينما كانوا وموجودين. تمام. تمام، إذا لاحقهم لين تدهش. شكرا يا أبو أحمد. محمد من طرابلس، السلام عليكم. محمد عبد الحق من طرابلس، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال أستاذ محمد؟ مرحبتين بك يا عبد الحق، تفضل. كيف حالك أستاذ مروان؟ لكن لا يم عليكم اليوم راه أستاذ محمد راه. إن شاء الله خير. دوت تحمش مش وقتها تو دوت المؤامرة على الانتخابات والالتفاف، فهمت علي؟ بنصبونا دكتاتور مقصود لك، ومجلس النواب هذا استحلى السلطه بيقعد يمدد بروحه. هذا انت المفروض اليوم دير البرنامج، مش التهميش. هذه سلعه بدينا ظابطناها، واهل الشرق البسطاء ظابطينها. كمشه نفعيين، كمشه بزناسه، كل ما تنقص عليهم الحاجه يطلعوها، وقلقنا منها راهو دسكه التهميش والاخوان والمقاتله بدت راه واسمها سلعة الناس كلها كرهت. مفروض تو انت اليوم نحسبوك بتدير على البرنامج نتاع المؤامرة وعماد الساعي. ان شاء الله الحلقة الجاية تكون على الانتخابات. لا المفروض كل يوم، لان الوقت ما عادش فيه. نقصد لك نعم، مؤامرة كبيرة باطراف خارجية، وفهمت ولا؟ ومن بياضق طيب داخلية، وعلى راسهم الهرواكة. هو حفتر الهرواك العام الهرواكة نتاعها، يقولوا هو القائد العام. انا عندي الهرواك العام لجيش كهراوكا، فاهم يا استاذ محمد؟ بالله طيب عليك كثروا من موضوع. شكرا عادة. شكرا عبد الحق من طرابلس، شكرا لك. ناخذ محمد وعبد الله ونرجع لضيفنا يا شباب. السلام عليكم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا محمد. اهلا وسهلا بكم قناه تنسى. اهلا وسهلا بك يا محمد، تفضل. ما تعليقك حول موضوع الحلقه؟ مع احترامنا للناس المحترمة في المنطقة الشرقية والناس الدينيين الأحرار في المنطقة الشرقية، بدي يمتع الفاغنر، يمتع الجنجوي اللي جبت الطيران الإماراتي، كلية ضباط شباب في مقتبل العمر دمرتهم وقتلتهم، وتقولي همش همشونا. تبي تنسينا أنت؟ تنسينا في اللي درته؟ جريمة لا تغتفر. نعم. الجريمة النكراء الهجوم على طرابلس، هذا يقول لك اللحقوا في القاعدة. القاعدة أرجل منك القاعدة. مع احترامنا للناس المحترمة في المنطقة الشرقية، ألاش الطرق الملتوية هذه؟ أرضك مش حينتحى. أنت جيت لعين زارة وجيت لي بطرابلس ودمرتها. سوق الجمعة هنا ضربت قرب وعائلات بأطفالهم في الساعة 2 بالليل، الساعة 3 في الليل، وتركوا منازلهم. جاي تقول لي مهمشة بنغازي، جاي تقول لي بنغازي زي ما نقولوا يعني احنا مش محترمين حتى الطرق الملتوية. وبعتالي غير دقيقة يا أستاذ محمد، بعتالي يد بيبة. شنو 40% في المنطقة الشرقية، 45%
خير هالمنطقة الجنوبية، خير هالمنطقة الغربية. نعم. كل شيء للمنطقة الشرقية. شكرا شكرا يا محمد، شكرا لك. نعم شكرا يا محمد من طراب، شكرا لك. ناخذ عبد الله من بنغازي. السلام عليكم. السلام عليكم يا عبد الله. فيها سيدو. اهلا وسهلا بك. اه نحكوا على التهميش يا سيد. توا بالله عليك انا لما تهميش احترافيه ولا غيره، هذوما ناس حتى هم عصابه ومصالح شخصيه. لكن التهميش يا سيد، تقول لي ما فيش تهميش، يعني انت وغيرك تقول ما فيش تهميش. التهميش انت حتى المؤسسات اللي كانت في البطحه بعدت غادي. لان احنا صرنا على القذافي على الظلم، وبعدين يحكي لي الحميد البيبي يحكي لي على العطايا وعلى النسب اللي كله على الورق، ما شفنا شيء في بنغازي يا سيدي. يعني المشاريع ليش ما شفتوا شيء يا عبد الله في رايك؟ ليش؟ واللي يحكي عليه بعدين يا سيدي، هو كلام سيد نهاد استهزاء على المنطقه الشرقيه، يعني سيد بيبه في نهاية السلامة قال جيبوا لنا انت تو تعال تو نجيب لكم بنزين ونكبركم من اللحم، يعني ولا ديروا مفروزه، يعني دايرنا نتاع اكل ونتاع شرب، يعني حتى في استهزاء وشيء انت تعاملوا فيه معامله ثانيه يا سيد، ما تعرفوش فينا المواطنين يا سيد يا سيد يا سيد، يا سيد محمد يا عبد الله يا سيدي عبد الله. يا عبد الله لا معليش يا عبد الله، تو انا من غير موضوع البازين والكسكسي والمتروده انا بنسالك، انت قلت تمام انا يعني مش حنعلق على الموضوع هذا، الحكومه هي اللي تدافع عن نفسها وتقول رايها، لكن انا بنسالك، انت قلت ان كل ما قاله دبيبه هو شيء موجود على الاوراق ولكن احنا ما وصل فينا شيء الناس، يعني هو لما يقول لك ان عندك 11 وزير من المنطقه الشرقيه، الوزراء هذو يقدموا في خدماتهم المفروض في كل مكان في ليبيا، ليش 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 اهل بنغازي ما حسوش بالخدمات اللي تقدمها وزاره الصحه اللي وزيرها من بنغازي؟ يا سيدي انا قلت لك حسين عطيه وما عصا ما تمش، لكن التهميش حاصل في برقه. بعدين مع سيد المفي رئيس مجلس، هذا يملك ولا يحكم الان الله، رئيس الوزراء عبد الحميد البيبه، نحن الوكلاء شن عندهم؟ يعني هل البلديات شو فيها؟ التهميش ما يخص النفط. طيب ردونا خطوط جويه، ردوا اي حاجه حاسونا نحن المواطنين، مش على ورد نعدوا على طرابلس، انت تعال شوف الطرق وتعال شوف المستشفيات وتعال شوف اللي ما فيش يا راجل، في تهميش وفي يعني وعامل استهزاء بالمواطن المنطقه الشرقيه، خليك واضح يا سيد محمد. طيب نتمنى يكون صوتك وصل للحكومة والحكومة مطالبة أنها ترد على طلباتك سيد عبد الله. شكرا لك عبد الله بنغازي. أستاذ مروان ما تعليقك على السادة المتصلين، ويعني أريد أن أنتقل إلى رد الحكومة على ما جاء في من اتهامات لها بتهميش المنطقة الشرقية، كيف تبعت هذه الردود؟ هل كانت فعلا في محلها؟ هل يعني سحبت البساط من تحت هؤلاء الذين اتهموا الحكومة بهذه الاتهامات؟ أقوى الردود يا أستاذ محمد دائما حتى يعني في المناظرات وغيرها، أقوى الردود التي تكون مدعمة ببيانات وأرقام وحقائق موجودة على الأرض، يعني الحكومة ردت بالأرقام وبالبيانات وبالحقائق، ولا يستطيع أحد أن ينكر ما قدمه وزراء حكومة الوحدة الوطنية في الرد على يعني دعاوى التهميش. يعني اقليم من ثلاثة اقاليم، حتى لو حسبنا الموضوع بغير حسبة السكان يا سيدي خلينا نقسموهم على ثلاثة باهي، يعني مفروض حصة برقة تكون 33% من كل شيء، 33% باعتبارها انها جزء من ثلاث اجزاء، بدون الاعتبار ان نصف سكان ليبيا او اكثر من نصف سكان ليبيا هم موجودين في اقليم الغرب اصلا، لكن دعنا نقسمها قسمة خوت. يعني الحكومة اثبتت ان اقليم برقة او المنطقة الشرقية يعني من حصصها في سواء كان في الاستثمار سواء كان في الاموال في الميزانيات في المناصب في الحكومة وغيرها، يعني اخذت اكثر من 40%، يعني أخذت أكثر من نصيب التساوي إذا قسمت هذه النسب على لكن الثلاثة. أستاذ مروان قال لك هو رد أستاذ مروان عبد الله قال لك إن طيب في 11 وزير، قال لك أصلا هؤلاء عصابة، حسين عطية وجماعته عصابة،
وهم صح هم من المنطقه الشرقيه لكن قالك ما يمثلونيش هم عصابه نفسهم، انا نبي خدمات، قالك انا مواطن من بنغازي من حقي نعيش زي اي مواطن في اي مكان في ليبيا، في مصراتة، في طرابلس، في غريان، في اي مكان، في سبها وغيرها. جميل جدا جدا، هذا الراجل نقدر نتفاهم احنا وياه. سي عبد الله، يا سي عبد الله انت تبي خدمات، اذا خذ هذه المعلومه. عودة الحياة، برنامج عودة الحياة التي أعلنته حكومة الوحدة الوطنية، كان من المفترض في منتصف شهر سبتمبر الماضي أن يذهب السيد حسين القطراني ليعلن عن برنامج عودة الحياة من بنغازي ومؤتمر صحفي ويتم، وانت شفت الأرقام، يعني موضوع عودة الحياة خصت له 600 مليون لمدينة بنغازي. إذن ولكن من أوقف هذا المؤتمر الصحفي ومن أوقف هذا البرنامج في بنغازي؟ هو حفتر وميليشيات حفتر. أنت تقول لي الآن السيد القطراني أنه هو يعني لص وسراق وغيره وفرج دغيم، هؤلاء من أخرجهم؟ من الذي أعطى هذه الأسماء للحكومة؟ ما أعطاها لهم حفتر. أنتم مشكلتكم يا 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 منطقة يا منطقة شرقية، وهذه راه ما تقدرش تقولوها أنت للأسف، ما تقدرش تقولوها في الإعلام، لكن مشكلتكم في حفتر راهو. ليش؟ لأن حفتر كانوا موقفون عليه الفلوس، بيقعد يعيط بكم أنتم برقة برقة، وكانوا يبي يحتل ليبيا ويستولي عليها، حيبعث أبنائكم ليموتوا من أجله، بعثهم لطرابلس ماتوا بالألاف، يعني اتخذ جماجمهم سلما ليرتقي إلى أطماعه. عندما يطلب من برقة أن تخرج لها كفاءة، تخرج كفاءاتها لكي يشاركوا في مناصب حكومية، يقوم حفتر بترشيح العبيد الذين يلحسون حذاءه العسكري لكي يطبقوا ما يريد. يعني أنت لاحظت شني قال حسين القطراني على موضوع المرتبات مثلا، مرتبات يبين حفتر من غير رقم وطني. شفت حسين القطراني شين قال؟ قال هذي ما قال للقيادة العامة ما لكش علاقة بها، أعطيهم هذي ما عرب، أعطيهم مرتباتهم ولا تطلب منهم رقم وطني. تو هذا كلام يقوله بالله عليك رجل في منصب نائب رئيس حكومة يقول والله أعطيهم مرتباتهم وما تسلش على أرقامهم الوطنية؟ كيف الكلام هذا يا رجل؟ الدولة عليها قانون، وقانون المرتبات في الدولة أنه لا تصرف مرتبات إلا بأرقام وطنية. يجي هذا يعني دليل واضح جدا أن حسين القطراني هو صبي من صبيان حفتر. إذا مشكلة المنطقة الشرقية في حفتر، وأنتم مشكلتكم أو مسؤوليتكم يا أهل برقة أنكم رضيتوا بحفتر، وأنكم شلتوه فوق كتوفكم وقلتوا هذا قائد القيادة العامة وهذا مشيرنا وهذا قائدنا، فتحملوا الغالب. أنتم كل ما يصيب برقة الآن، إذا كان برقة فعلا مهمشة بسبب الاختيارات السيئة التي يقدمها حفتر في كل المناصب الحكومية. بالنسبة اللي يتهم في طرابلس ويقول أنها موجود فيها داعش والقاعدة، يا سيد يا أبو أحمد، وانت من الكنية متاعك واضح انتمائك، يبدو أنك مدخلي، يا سيد أبو أحمد، القاعدة وداعش إذا كانت موجودة في طرابلس راي ما جتش 30 دولة وداروا مؤتمر ومعقدوا مؤتمر دعم استقرار ليبيا في طرابلس، لأن هذه الدول تعرف أن أين تتركز داعش والقاعدة، ولا يمكن أن تأتي لطرابلس إذا كان طرابلس موجود فيها داعش والقاعدة. وإذا كنتم فعلا جئتم لمحاربة داعش والقاعدة في طرابلس، لماذا زرعتم بيوت بالأرغام؟ لماذا فخختم البيوت؟ قتلتم الأطفال والنساء والشيوخ؟ هل هؤلاء قاعدة وداعش يا أبو أحمد؟ يا رجل اتق الله حتى في الكلام اللي تقول فيه. تتهم إخوانك الليبيين الذين يعني لا ذنب لهم ولا جريرة لهم إلا أنهم ناس بسطاء في منازلهم وفي بيوتهم، تزرعون لهم مفخخات داخل ألعاب الأطفال وفي خزنات الملابس حتى تقضوا على البقية الباقية من البشر في هذه المدينة، وتقول لي قاعد وداعش؟ يا رجل اللي درتوه أنتم في طرابلس والله ما دارت لا قاعدة لا داعش اللي درتوه في طرابلس. نعم يا استاذ. نعم استاذ مروان، ابقى معي، عندي بعض الاتصالات ناخذوها ونرجع لك للتعليق حول الموضوع مره اخرى. حياة، السلام عليكم. السلام عليكم يا حياة. طيب حميدة من طرابلس، حميدة او حميدة؟ السلام عليكم اخوي محمد. مرحبتين، اهلا وسهلا. مرحبتين ليك، شو اخبارك؟ باهي الحمد لله. ما رأيك في موضوع برقة والحكومة والدبيبة؟
يا اخوي محمد اول برقة وطرابلس وفزان. نعم شكرا لك يا حميده من طرابلس، شكرا لك. هذا ضيف دائم تعودنا به، مره حميده ومره محمد ومره علي ومره مفتاح، كل مره من مدينه. طيب اعود لضيفي الاستاذ مروان الدرقاش. استاذ مروان، يعني رغم كل ما ذكرت حضرتك وذكرته الحكومه بالامس من ارقام واحصائيات ونسب لتمثيل المنطقه الشرقيه، وايضا رد على الاتهامات، و يعني حتى بعض الردود كانت قاسيه كما راها البعض، مساله 600 مليون اللي كان يريد ان ياخذها القطراني دون ان تمر عبر الوزارات ودواوين الوزارات، ايضا ال 150 مليون التي كان يريد ان ياخذها قعيم دون ان تمر عبر الاجراءات الصحيحه والسليمه. رغم كل هذا دعاهم الدبيبه للعوده للعمل من طرابلس ورحب بهم مره اخرى، كيف تعلق؟ يا استاذ محمد، احنا ممكن وقت البرنامج قريب يتم ونبغى نوصلوا للنتيجه الاخيره، يعني النتيجه الاخيره لا. من هذا الكلام ومن هذه الدوشه اللي صايره كلها، كل شيء هي النتيجه. النتيجه يا استاذ محمد ان حفتر الان قعد من غير فلوس، يعني عنده ميليشيات مرتزقه ما يتحركوش الا بالاموال، هؤلاء يعني وقفت عليهم مرتباتهم من شهر يوليو الماضي، وكانوا صبروا ثلاث شهور مش حيصبروا شهر ثاني. ولذلك الموضوع كيف ما يقولوا واصله في العقده اللي في جنب الدلو. باهي ايضا المصروفات وقفت عليه، عنده ديون ما عادش قدر يخلصهم، ولده يبيع في الخرده ويبيع في 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 في, في المعادن اللي تركيا، ومع ذلك مش ملحقين. يبي فلوس باي طريقه. 600 مليون السيد حسين القطراني قال نفتح لكم حساب في بغازي وصبوه في حسابي هنا. مع فرج قعيم 150 مليون قال هذين ديون يبوهن من الناس اعطوه لي، يعني وكان الموضوع يوزع في واحد في اكراميه، والله كيف ما قال دبيبه اصريرات يبي صرته حتى هو. الموضوع كله متعلقه بالاموال، حفتر يبي اموال، اما العياط على تهميش برقه وتم تهميش برقه هذا كله يعني يتم استجلابه واعادته من اجل الحصول على الاموال. اخر شيء ما قاله يعني خالد المشري عندما قال ان عقيلة صالح اتصل به وقال له شو رايك انتم تغيرون رئيس الرقابه الاداريه، جهاز الرقابه الاداريه، واحنا نغيروا لكم عماد السايح نتاع المفوضيه هذا اللي طايرت لكم منه وما تبوش. يعني الموضوع السبب شنو؟ حول حط لهم رئيس الرقابه الاداريه منهم هم باش يعرقل الحكومه. هذه هي القصة وما فيها هي إفشال الحكومة، عرقلة الحكومة. ليش حتى مروان في ختام الحلقة ليش عقيلة يعني يبي يعرقل الحكومة؟ لو توضحها بس، ليش عقيلة وحفتر يبي يعرقلوا الحكومة؟ عرقل لأن الحكومة أوقفت الدعم على حفتر، هذا كل شيء. يعني هم سحبوا منها الثقة الحكومة، ليش سحبوا منها الثقة؟ لأنها ما بدش تحط القيادة العامة في 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 في, في الميزانية متاعها. إذا المشكلة أن الحكومة هذه اللي ما تعاونتش مع حفتر وأعطت الأموال لحفتر ووقفت المرتبات على ميليشيات حفتر وما بدش تحط وزير دفاع على هوا خليفة حفتر، هذه الحكومة يجب أن تسقط. وكيف ستتم إسقاط هذه الحكومة؟ شدوا عليها الميزانية، المشكلة ما سقطتش الحكومة بل زادت رصيدها. الآن يحاولوا أنهم هم بعمل عن طريق تغيير رئيس جهاز الرقابة الإدارية أنهم يوقفوا الحكومة ويعرقوا الحكومة عن طريق شنو؟ لأن جهاز الرقابة الإدارية قادر أنه هو يصدر قرارات لإيقاف الوزراء ولإيقاف قرارات رئيس الحكومة وغيرها وغيرها، وهذا هو المقصود. وفي سبيل ذلك ما عندهمش مشكلة أنهم يضحوا بعماد السايح. ليش؟ لأن عماد السايح هيك بيه والله بلاه، يعني احنا درنا قوانين والبعثة المتحدة حترضى بهذه القوانين وعماد يقعد ولا ما يقعدش مش مشكلة. يعني الصورة واضحة اخي محمد، وراه احنا ليبيين ونعرفوا بعضنا، كيف ما يقول اخونا محمود عبد العزيز احنا ليبيين ونعرفوا بعضنا، وبالليبي راهي الموضوع لا برقة ولا منطقة شرقية ولا شيء، الموضوع حفتر. هذا المشكلة، هذه الغمامة السوداء اللي موجودة في سماء ليبيا وفي سماء المنطقة الشرقية وفي سماء برقة، إذا لم تنزاح، إذا لم تتبدد، فستظل المشكلة وستظل دعاوى التهميش وسيظل العياط ولن يتوقف أبدا. نعم
أستاذ مروان درقاش المحلل السياسي ضيفي من مدينة مصراتة، أشكرك جزيل الشكر أستاذ مروان. أشكر أيضا السادة المشاهدين والمستمعين، كل أيضا من اتصل وشارك في هذه الحلقة، وأيضا كل من حاول الاتصال بنا. شكرا لفريق العمل المصاحب أيضا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mm-hmm.